السلام عليكم ورحمة الله تعالى. 3 أسئلة الناس بتسألهم الآن وهم عنوان الفيديو. في اشتباكات قوية جدا 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 بتحصل في سوريا الآن ضد بشار الأسد، من المعارضة ضد بشار الأسد، العراق واليمن، وهل الحزب خلاص كده الموضوع انتهى ولا لأ؟ خليني أبدأ مع حضراتكم من جزء مهم جدا جدا في سوريا الآن. اشتباكات عادت وبقوة شديدة جدا، وتحديدا في حلب عند الفرقة أو اللواء 46 التابع للنظام بشار الأسد. مجموعة من الشباب، مجموعة شبابية جدا من الجيش الحر السوري، المعارضة السورية يعني، فجأة النهاردة قاموا بعملية عسكرية واسعة على قوات بشار الأسد اللي موجودة في هذا المكان. طيب أنا بشكل شخصي، ياريت نركز في الكلمات، أنا بشكل شخصي ضد بشار الأسد تماما، بمعنى اللي عمله بشار الأسد في الشعب السوري قمة الإجرام اللي في الكون كله. اللي مستغرب له إن الاشتباكات دي حصلت بعد مشهدين مهمين جدا جدا، إن المعارضة أو الجيش الحر أو أيا كان الوضع، وقد لا يكون هناك ترابط، بس ده أنا بقول لحضراتكم دي مفارقة، إن فجأة تحركوا بعد إيقاف الجبهة في لبنان. تمام؟ وخدوا بالكم، مستحيل الحزب اللي في لبنان هيقدر يغيظ بشار الأسد في سوريا، لأن هو لسه أمام منه 60 يوم مع إسرائيل، وارد تندلع الاشتباكات مرة أخرى في جنوب لبنان. فالحزب بره في لبنان، بره المعادلة السورية، مش هيقدر يقدم أي حاجة على الأقل اللي موجودين في لبنان كلهم. أما اللي موجود منهم في سوريا وارد يساند بشار الأسد بصورة أو بأخرى. العملية العسكرية الكبيرة اللي حصلت ضد بشار الأسد في حلب انطلقت مباشرة بعد التهديد بتاع نتنياهو امبارح الغريب لبشار الأسد. خد بالك، مش معنى ان انا بقول لك تهديد نتنياهو بشار الاسد يبقى بشار الاسد ده حامل حمى وابو الرجوله، ده اسرائيل بتدبه على عين اللي خلفوه من سنوات طويله وبيحتفظ بحق الرد، ما بيعرفش يعمل اكتر من كده. صدقوا تؤمنوا بالله، انا اسف والله العظيم للناس اللي هتعترضني في هذه الجمله، شوفوا بشار الاسد مع خسته وندلته وكل اللي فيه، مش بنفس المستوى الرخيص بتاع السيسي وابن سلمان وابن زايد في مساعده اسرائيل، رغم انه مجرم على اللي عمله في شعبه. تتفق او تختلف انت حر، بس انا بقول لك وجهه نظري. ففي 3 نقاط كده غريبه جدا، او نقطتين على الاقل هم المهمين. نتنياهو امبارح هدد بشار الاسد، فجاه النهارده بعد سنه 2 3 5 من الهدوء التام، ان مفيش اشتباكات في سوريا، عادت وبقوه، وارد يكون اللي في سوريا الجيش الحر او المعارضه استغلت فكره ان بوتين متورط في الحرب الاوكرانيه مش هيساعد بشار، استغلت فكره ان الحزب في لبنان متورط في الحرب مع اسرائيل مش هيساعد بشار، وارد يكون في جهات اخرى بتضغط على بشار بصوره او باخرى، ده كل ده وارد. لكن انا اللي مش قادر اتفهمه ان الامر ده جاء بعد تهديد نتنياهو لبشار الاسد، وارد ما يكونش هناك ربط. انا توهتكم، انا اسف، بس ما ملهاش ملكة بالنسبة لي، يعني أنا مش عارف أمسك لها ملكة، لكن هناك تساؤلات واستفهامات مهمة جدا جدا جدا. يقينا بشار الأسد أجرم في حق الشعب السوري بكل معاني الكلمة، دي نقطة من حد أنا بشكل شخصي ما عنديش اختلاف عليها، لكن التحرك في هذا التوقيت بيحمل علامات استفهام كتيرة جدا جدا، أعتقد أنا بصورة أو بأخرى يعني قلت عنها. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي الناس بتتكلم عنها النهاردة، خلاص لبنان قدمت ما عليها وتراجعت، كان عندها هدف ان الاسناد يفضل مستمر بحسب الامين العام، تنازلت عن هذا الهدف، في المقابل نتنياهو تنازل عن 10 اهداف. اسرائيل في حاله اشتعال شديد جدا جدا ضد نتنياهو، انت قدرت تعمل اللي عملته في لبنان وتنازلت عن الشرق الاوسط الكتيب، خلاص اتنازل بقى عن غزه كمان عشان اولادنا يرجعوا، ففي ضغوط كتيره جدا جدا على نتنياهو يعني. لكن بعد انسحاب لبنان بدات ناس تسال، طب العراق هتعمل ايه؟ حتى هذه اللحظه اعلنت بعض الجهات اللي موجوده في العراق اننا لا، احنا مستمرين بشكل او باخر في اسناد غزه. توقف كان من لبنان فقط لا غير. تبقى اليمن. اليمن بيقال بصوره او باخرى ان اليمن لا مستمره في الاسناد، لبنان قدمت ما عليها، احنا مستمرين مش هنتراجع. في كلمه مهمه جدا جدا للزعيم اليمني اللي موجود في صنعاء، اللي مسيطر على صنعاء وعلى الحديده وعلى الاماكن دي كلها، واللي بتطلق الرشقات او بتطلق الصواريخ الفرط صوتيه بامر منه، يقال ان هناك كلمه مهمه جدا بكره. طبعا اليمن لم تتخلف باي شكل من الاشكال عن مسانده غزه في كل النواحي، في قطع خطوط الامداد على الكيان من ناحيه البحر الاحمر، لم تتخلف حتى في الصواريخ الفرط صوتيه ولا المسيرات
لم تتخلف حتى في موضوع السفن والشركات اللي بتدعم الكيان، لم تتخلف اليمن بصورة أو بأخرى. لكن ممكن اليمن تتوقف، وارد، لكن توقف اليمن مش هيكون مقابل ان احنا نوقف ما يحدث في اليمن، لان اليمن اصلا الدنيا معاها بالنسبه لنا هي مستمره. لكن توقف اليمن قد يكون بصوره ان توقفه اللي في غزه هيتوقف، فوارد اليمن هنا فقط لا غير هتتوقف. اما اليمن تتوقف وترفع الراي، لا، اليمن مش هتعمل كده، ده توقعي ودي المعلومات الاوليه لغايه ما هنشوف الكلمه المهمه بكره للزعيم اليمني هيطلع يقول ايه. فنيجي لنقطة مهمة جدا جدا، ماذا بقى عن غزة ذاتها؟ غزة تعمل ايه؟ مستمر. بدأت الأمر وحدها وهتستمر الأمر وإن بقيت وحدها. خرجت حكومة القطاع وحطت شروط، نفس الشروط اللي كانت حطاها يوم 8 أكتوبر 2023. خروج الكيان، توقف الحرب تماما، صفقة تبادل مشرفة اللي هو تبييض السجون يعني، الخروج من محور فيلادلفيا، كمان الخروج من محور نتسليم، ترك مستوطنات قصدي المدن الشمالية كلها أو القرى الشمالية أو شمال غزة بالكامل، إخلاؤه. المستوطنين عندك في غلاف غزة مرهونة بعودة المدنيين الغزوية إلى الشمال بدون ما تقول الفئة العمرية إيه، ترجع أو ما ترجعش. كل هذه الشروط خرجت حكومة القطاع النهاردة واتكلمت عنها. خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي هو بيتكلم الآن بإطار البطة العرجاء، قال لك ان احنا امام حكومة غزة حدث تاريخي انها توافق بقى على الشروط اللي هنحطها لها. حكومة غزة قالت له ما فيش الكلام ده، بالبلد احنا بدأنا وحدنا وممكن الامر يستمر لو هنفضل وحدنا، لنا شروط تنفذ، هذه الشروط هتنفذ، كان بها مش هتنفذ، ما فيش اتفاق. وهنا الجملة اللي هقولها لحضراتكم، اسرائيل او نتنياهو ممكن يعمل ايه مع غزة اكتر من لعبة؟ يعني قلنا لحضراتكم قبل الجبهة بتاعت لبنان ما تبدأ فيها أي أمر توغل بري أو حتى غارات في العمق اللبناني في الضاحية وفي بيروت، كان كل الجيش الإسرائيلي في غزة. استطاع أن يعمل حاجة؟ يعني قدر أن يعمل حاجة إنجاز أو تكتيك عسكري؟ الإجابة لأ، بالعكس، ده حتى أبو إبراهيم لما ارتقى لله سبحانه وتعالى ارتقى في أمر بالصدفة، وكان حتى ثلثي الجيش الإسرائيلي غادر غزة خالص، فلما كان بقوته كلها في غزه ما قدرش اصلا، ما قدروش يوصلوا له. فهل هيقدروا يعملوا اي حاجه او يحققوا اي انجازات والكلام ده كله؟ الامر لا، والموضوع كله ان نتنياهو لن يعطي انتصار ايقاف الحرب في غزه للاداره الامريكيه ولا لجو بايدن. الموضوع كله متعلق بقدوم ترامب، نتنياهو يديها له يقول له اتفضل، فترامب يطلع البطل الزعيم الحلو، والمقابل السعوديه هتطبع، ممكن بايدن ترامب بصوره او باخرى يتحمرش كده بمحمود عباس في الضفه الغربيه وحاول يراضي نتنياهو بصوره او باخرى. اما موضوع غزه لن ترفع رايه الاستسلام، الامر منتهي بالنسبه لها، والمعادله معاه صفريه. والمعادله مع غزه صفريه، ولازم حضراتكم ترصدوا الاعلام الاسرائيلي. الاعلام الاسرائيلي شوفوا بيقولوا مهما عملنا لو ما قدرناش نرجع اللي اتاخده يوم 7 اكتوبر فنحن لم ننتصر. مهما عملنا فنحن لم ننتصر، ده بعيدا عن المنبطحين وعن كل المستنطعين في كل مكان. تابع مع حضراتكم خاصة الأحداث السورية الغريبة اللي حصلت في توقيت غريب ومريب، وبعيد لحضراتكم واقفل الفيديو معاكم، أنا ضد بشار الأسد قولا واحدا، لكن التوقيت غريب ومحتاج تفكير كتير جدا جدا قبل ما تتكلم بالعاطفة أو بأي حاجة. سلام عليكم.